أولا كنشكر الجريدة الإلكترونية مدار 21 اللي اليوم كتجي من أجل هذا الحوار والتوضيح يعني في شأن هذا الإضراب الوطني اللي دعت ليه الجامعة الوطنية الموظف في الجامعة الترابية والاتحاد والتدبير المفوض ليومي 26 و27 و28 ذو جنبير. اليوم جينا نوضحوا يعني كيف جرت العادة أنه مباشرة بعد الوقفة الجهوية اللي كانت ناجحة ربع المملكة أنه كتجي واحد الرسالة ديال السيد وزير الداخلية في شأن اقتطاع على هاد الأيام ديال الإضراب ديال 26 27 28. ومن هنا يعني نحن كنوضحوا يعني في شأن هذا حق الإضراب راه كيف شرط هو حق دستوري خصنا نعطيو فيه واحد يعني نبدا على التوضيح ديالو اللي كما جاء يعني في القانون التنظيمي رقم 97/15 اللي كيحدد يعني القاضي بتحديد شروط وكيفيات يعني ممارسة حق الإضراب اللي كان صادقت عليه يعني صادق عليه المجلس الوزاري 26 شتنبير 2016 وكذلك أحيل على مجلس النواب بتاريخ يمكن 6 أكتوبر 2016 ولكن تم سحبه يعني بعد ذلك وتم وضعه يعني ولا زال اليومين هذا يعني محط جدال يعني بين الحكومة والمركزية النقابية لأنه يعني كان اعتبره بانه هذا يعني هذه المسطره التشريعيه لم تكتمل ليصبح سرير مفعول به باش يعني تولي الشرعانه ديالو يعني في, 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 في الاقتطاع. لذلك فنحن نعتبر هذا الاقتطاع غير قانوني ويعني وغير مبرر يعني باش يعني ما نسميه يعني بحال سرقه يعني جيوب الموظفات والموظفين. وكذلك من هنا هذا الاسلوب اللي كتلجا ليه يعني تتلجا ليه وزاره الداخليه في غياب يعني فتح حوار انا كان تنطالبوا يعني بفتح حوار اللي يكون جاد ومسؤول وفق جدوله زمنيه معقوله كباقي القطاعات. كيف شو دابا القطاعات كلها تتحاور، قطاع الصحه، قطاع التعليم، قطاع التكوين المهني، يعني جون القطاعات والقطاع ديال الجماعات الترابيه يعني ما زال منذ مارس 2023 لم تفتح يعني اي حوار ليومنا هذا. وهذا الشيء علاش النقابات يعني واتحاد مرم الشغل يعني الجامعه يعني الطريقه الواحده يعني اللي عندها هو الاضراب. ولا ما كانش الاضراب باش غادي واش غنجيو للمقر العمل وما نخدموش مع المواطنات والمواطنين يعني في المكاتب. لهذا احنا كنديروا الحق الاضراب يعني اللي مكفول عليه دستوريا باش تفتح واحد الباب الحوار للمناقشه يعني مشاكل الشغيله الملف المطلبي اللي هذا الملف المطلبي يعني في عده نقاط. كذلك يعني الترد التعسفي لبعض الموظفات والموظفين، كذلك كيف شرط يعني هذا الاقتطاع اللي كنقولها وتنعاود نكررها اللي غير مبرر وغير قانوني اليومين هذا. كذلك كتجي النقطة الثانية يعني الاحتجاج على 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 النظام يعني الأساسي يعني اللي تفرضه وزارة الداخلية واللي هو نظام أساسي مجحف ولا يستجيب لأدنى يعني مطالب العاملين والعاملات يعني بالقطاع. كذلك نطالب يعني زيادة عامة في الأجور، كذلك نطالب يعني بالتسوية والإدماج يعني الفوري لحاملي الشواهد والدبلومات الغير مدمجين يعني في السلامة المناسبة، وكذلك بأطار رجعي مالي وإداري. فنطالبوا كذلك بإعادة العمل يعني باعتماد يعني 6 سنوات للترقي وبالاجتياز، وكذلك 4 سنوات يعني ترقي بالمباراة مع أحد في القطع. بالنسبة يعني لشي 90 مداخل لي روجيسور ديال الجامعات اللي كيدخلوا مداخل مهمة تعتبر أحد أدنى الملايير تدخل الجامعات وهي تعويض ديال 600 درهم في السنة. هنا كتحسب الحقرة يعني فعلا في هذا التعويض. مسألة أخرى يعني يطالب برفع التعويض على الساعات الإضافية ليكون في علمك بأنه اليومين هذا التعويض ب 4 دراهم للساعة. القطاع الوحيد اللي باقي فيه الآن 4 دراهم للسويق الساعات الإضافية. نطالب يعني بإشراك ممثلي عمال تدبير المفوض يعني في صياغات يعني كناش تحملات نموذجيه. نطالب يعني واحد الحل اللي يكون منصف لوضعيه العمال العراضيين وعاملات وعمال الانعاش الوطني اللي باقي اليومين هذا كيتلقاو يعني في الاجر ديالهم ما فيتينش 2000 درهم. 2000 درهم يعني راه الحقره كيف كان شير. من هنا يعني نحن نطالب جل هذه النقاط الملف المطلبي الى غير ذلك، نطالب يعني بفتح حوار جد ومسؤول كيف شرط، وانه ما تلتجاش للاقتطاع لانه غير مبرر، فتح حوار. و
كذلك يعني باش نختم نقاط الملف المطلبي غادي ندوز انه الا ما تفتحش حوار فنحن مقبلين ان شاء الله على 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 يعني نضال برنامج نضالي اللي يقدر يكون يعني مسيره وطنيه بالرباط وغادي يسمع لنا تاريخها لاحقا يعني عندما يجتمع المكتب الجامعي وتحيه لكم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.